استطاع المقاولون العرب تحت قيادة مديره الفني المميز عماد النحاس أن يقدم موسما استثنائيا مع ذئاب الجبل خلال الموسم الجاري، فاستطاع أن يضع الفريق في المربع الذهبي، وهو الأمر الذي لم يحققه المقاولون العرب منذ أعوام عديدة. واقترب المقاولون بفضل توليفة لاعبه الجديدة ومديره الفني المميز من العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية بعدما غاب ذئاب الجبل عن المشاركات القارية منذ فترة طويلة للغاية. وعلى الصعيد الأفريقي يمتلك المقاولون العرب باع طويل للغاية، حيث سبق لذئاب الجبل وأن حققوا لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات أعوام 82 و83 و96. ويحل اليوم ضيفا على جمهور التالتة علاء نبيل أحد أبناء الجيل الذهبي للمقاولون العرب الذين قادوا الفريق للصعود إلى منصات التتويج. ويعد علاء نبيل أحد القامات الكبيرة في عالم التدريب، فسبق وأن عمل رفقة الجنرال الراحل محمود الجوهري في تدريب منتخب مصر، فضلا عن العمل أيضا كمدرب للعديد من الفرق في الدوري، كان أهمها المقاولون العرب، حيث كان مشرفا على قطاع الناشئين بالنادي فضلا عن تولي مهمة الرجل الأول. وساهم علاء نبيل في ظهور العديد من اللاعبين الشباب وتصعيدهم للفريق الأول بالمقاولون، حيث خطفوا الأنظار وأصبحوا حديث الساعة، ومن بينهم طاهر محمد طاهر لاعب ذئاب الجبل والذي انتقل مؤخرا إلى النادي الأهلي بجانب يوسف حسن، وهو أحد المواهب التي تتهافت عليها كبار الأندية. ومن المقرر أن ينضم طاهر إلى الأهلي مع انتهاء هذا الموسم، حيث ينتظره جهاز فني جديد للمارد الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي أشرف على قيادة القلعة الحمراء مؤخرا خلف السويسري ريني فايلر، حيث سيكون أمام طاهر العديد من التحديات داخل الأهلي، لعل أهمها إثبات جدارته باللعب أساسيا مع المارد الأحمر والمساهمة في حصد الألقاب واحدا تلو الآخر. تحديات كثيرة على كاهل طاهر، وتحديات أخرى ستكون ملقاة على جهاز الأهلي الجديد بقيادة موسيماني، لعل أهمها المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى استكمال المسيرة في بطولة كأس مصر. عن رؤيته للمقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس هذا الموسم، وهل كان النحاس الأقدر بقيادة الأهلي عقب رحيل فايلر؟ تقييمه لاختيار بيتسو موسيماني كمدرب للقاعة الحمراء، وهل يقدر على قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أفريقيا؟ نصائحه لطاهر محمد طاهر بعد الانضمام للأهلي. كل هذا وأكثر يجيب عنه علاء نبيل ضيف جمهور التالتة مع إبراهيم فايق.